المهللين. ما هو مش ممكن ابدا الفيديو كده كم مره. يلا يلا 1 2 3. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قد الدنيا دي كلها. جدا. كل سنه طيبين. كل سنه طيبين يا جماعه وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. الصلاه والسلام. صلوا على النبي يا جماعه. النهارده جايين بقى في اكلتنا الاكله دي لازم يعني ربنا يديمها علينا عاده يا رب نعملها تاني العيد يوم العيد كل سنه ونتجمع عليها كلنا. رقاق باللحمه، كباب حله. الرز مش اساسي، ممكن يبقى رز ممكن يبقى مكرونه ممكن نستغنى عنه، بس الاساسي الرقاق واللحمه وكباب الحله بالعيش. ومعانا طحينه وسلطه ومخلل وشيبسي وكده والرز الاصفر. التحدي على اللي يشبع. خلاص ماشي. اوكي 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 يلا بينا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معانا وكل سنه وانتم طيبين. انا عايزه رغيف. اتفضلوا يا جماعه. لا اله الا الله. هتاكل عيش؟ لا عماله اقول له هات عيش هات عيش. يعني بنصور الكتم؟ لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه ما بداناش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا لا. نازله جوه الدرس. نزلتي فين يا جماعه؟ ما تهدوا اعصابكم. فين جايه تنزل جوه الرز عندنا؟ ما هي بردك نزل في الرز من شويه. ما قلتلهاش ليه؟ كنت بردك. لا وهنا والله والله العظيم انت قاعده على الواحده بقى. وربنا كمان مره ما رضيتش احرجك ولا اقول لك وسبتك. ماشي الحمد لله انت ما حرقتنيش. هناكل يعني ولا نعمل ايه؟ ما هو الاكل وحش. دمها تقيل على فكره. اول مره تقولي الاكل وحش دمها تقيل. الاكل وحش. الاكل وحش. خلي دمك تقيل. مش عارفه تاكلهوش. انا واثقه في نفسي يا جماعه والاكل تحفه. جميل عسل. احنا عشان كل مره بنقعد نجامل. احنا بنصور. انت عصمت النهارده؟ انا اقوم واسيب الاكل بقى. ده ايه الرقم ده؟ عند شيخ بلد. من مالك يا شيخ بلد كده من الصبح؟ من الصبح؟ والنبي من امبارح يا فرح. النبي من امبارح. ساكتين والنبي من امبارح. صح. كله كله. بسم الله. لو مش عايزين نقعد معاك نقوم احسن. صح. صوري مع نفسك. بس انا جعانه ماليش اي. تقوم هي احنا ناكل ونصور وبعد كده تبقى تقعد. والله كان في معلقه بتاعت الفلفل النار. الحمد لله. وانت حد قال لك كل فلفل ما بتحبوش ما تاكلوش؟ ايه الطفاصه دي الفظيعه النهارده؟ والله ده من امبارح. عندها حاله من امبارح. انا عايزه كباب حله عشان لقمه تتبلع بس. سلامتك. الف سلامه. عندها يا جماعه جسس من امبارح. المفروض اضحك على جسس؟ ده الجسس. انا قلت لك الرز باللحمه جميل قوي. انا مطول بالي. والله انت مش مصدق. والنبي انا مطول بالي يا اختي. انت رايحه تقولي له تقومي عليا؟ بتقول له انا قلت لك من امبارح. لا اله الا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. مش فاهمه نفسها من امبارح. صلوا على النبي كده وعلى الصلاه والسلام. اللي انت بس اللي مسكتنا عليه. صلوا على النبي صلوا على النبي. صح مش معلم مسكتنا؟ على افضل الصلاه والسلام. على اساس انا مجنونه. كفايه يا بنتي ما توحدي الله. لا اله الا الله. قاعدين نهزر نهزر ولا مفيش. كلها رز الاصفر. الله. ربيع باللحمه. رز اصفر. ربيع باللحمه. حلو. حاجه هي حلوه. الحلو بنقول عليه حلو. كنت واقفة تحفة. حتى عينها في معلقة الرز. حلو الله يا رب. معرفش هي شغلة بدها بيا ليه.
طعمها حلو. جرب بقى لحمه بالرز. انت جربت الرز اصلا؟ بنتي مش هتعدي صح؟ هي لسه احنا هتعدي. لا كده انا بدل انا بضحك على ايه؟ نفسك يا غالي. لا اله الا الله. لا حنان مش عارفة ايه. لا ايه وقع. بس الحركة دي. اهي. باظ. اهي هي وابنها. باظ. لا. لو باظ يا بنت ايه. فداتي. صح ما انتوا مش تعبانين في حاجة. انت بتقولي انا انت بتتريق علينا وبضحك على فكرة. لا. ده بتقص. ماشي. ده انا هقص. انا بضحك ايه اصلا. معرفش. عشان انا بفكر هو اكل من الرز. على فكرة ضحكت من السمك اللي اتقلت. لا انا بضحك فكرت جوزي اكل من الرز. ده ايه ده وانت فظيعه هتقصيها ان شاء الله. بتتريق عليا ولا بقى يلا قوم نمشي. ده ايه ده معانا النهارده ولا بره ولا ايه حكايتك؟ انت هتقلب انت قلب علينا كلنا. احنا نقوم بقى ونسيبها لي. لا مش هنقوم هنا. لا هي تقوم يا علي. لا 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 هدومي اتوسخت. ايه ده؟ عجبتك يا شيماء انت صعبه. كمان انا كنت عارف ناكل والناس هتقول ايه بتتريق عليا وانا بضحك. بس انا بس بصيت الحته دي هي دي وجعتك قوي يا باشا. قولي قولي. لا انت بتغمزني. انت مش شايفها بتعمل ايه؟ معلش قولي. يلا قولي قولي. زيح العالم قولي قولي. ايه زيح العالم؟ بص يا ام احمد نكمل الفيديو بس انا جايبك انت عشان المشكله بالفيديو عليه كلنا صرفه تاني. لا انت مش شايفها بتعمل ايه؟ لا ما انا اكتر ما انا ما بصورش بقى خلاص يلا قولي. انا اكل ولا ما اكلش؟ هنصور ولا ما نصورش؟ انا باكل. خلاص طب يلا. لا شباب. لا مامي اميني. بتاع ده حلو قوي. نجيب لك رقاق؟ اه مش على فكره انت المفروض لك ايد مش المفروض اقول لك هتجيب لك رقاق. خلاص بنقص تجيب حاجه يا ست في ايه؟ ده اللقمه دي. هي بتقول له كلمه وبعد كده تقول له فظيعه. النهارده فظيعه. لا عيل لا. مش شفتي؟ بس انا بقول لك ما تدخلش. ده انا عارف ايه ده من الصبح وهي من الصبح؟ طب كويس اللي عملتها معاك من الصبح. امبارح خدنا بعضنا ومشينا وقلنا النهارده برضو ايه يلا مش مشكله ونيجي. انا متضايقه انتوا ايه اللي زعلكم؟ واحده متضايقه نفسيتها وحشه انت قول لي زعلكم. اللي تبقى نفسيتك وحشه معايا. ماشي اتضايقت ماسكة أعصابك حتى على الأقل قدام أخوك ومراته وكده يبقى الأمور تبقى كويسة. كبر دماغك تعالى. كله كله يلا بقى نكمل بقى الفيديو حلو عشان ده هيتقص كتير. هو لسه فيديو؟ هو حلو أنت اللي عملت كده أصلا. لسه في فيديو أصلا؟ أنت اللي مبوظة الفيديو أصلا من ساعة ما قعدنا. قاعدة تقلصي وتعملي وتتكلمي. مختلف قلفني. والله مش سلامتك ما انت قلست عليا. الف سلامه. الله يسلمك. فظيعه انت ما كنتش كده اصلا انت عامله كده ليه اصلا؟ بالك انا عامله ايه؟ ما انت عماله صح من امبارح كنت مش طبيعيه ودلوقتي مش طبيعيه. اه يعني ماما اهي برضك شاهده اهو اللي انت من امبارح كده. الف سلامه. لا اله الا الله. يا بنتي انت في حاجه في عقلك؟ انت من امتى بتعملي كده اصلا؟ ماما عماله تاكل. وانا ده صدت نفسنا. عارفه يا ماما؟ الرز باللحمه جميل قوي والله. في حاجه في عقلك بتضحكني بس والله العظيم فيك حاجه في عقلك. الا انت يا ماما والله ده بس ده في التراوة. يعني ناكل ولا نعمل ايه يعني؟ ما تاكل يا ماما ما لقاش عندنا جنبه. انا قلت من اول فيديو هتسيبي الاكل وتقوموا. تعالوا نت في الفيديو ده هتتحمسوا. ده انا عماله اديهم يا اختي ما بيحسوش. لا ما احنا وجعناه. لا ما عشان خاطري مش عايزين نزعل. والله ما عايز ازعلك يا ماما. مش عارفين نعمل ايه. مقلب عامله فيكم مقلب باردين يا شيخه. انا قلت هسيبوا الاكل ما فيش ده. استنى مقلب. وامبارح كان ايه؟ لا كان نبيت. يا سلام. انت بسخن وتروحينا زعلانين. ماشي مقلب. والله الموضوع مش باردين جعانين. يا سلام. لا والله انا قلت هيغضبوا هيبقى في حماس ما لقيتش غضب. ما لقيت ايه؟ كل يا بنت ما تسالش فيها. يلا كل. والله انا كنت اقوم بس عملت حساب امي. انت جعانة. قولوا الاكل حلو. لا الاكل حلو. بس انت رخمة.
قاعده تاكل والله مكسوفه وانا بعمل الكوفي ده والله رخم والله مكسوفه مش متعودين على كده بس طلعوا ما عندهمش دم وانت سكت لها يا حنان انت كده مش مكسوفه مش طلع ما عندهمش دم انا قلت هيحسوا هيحموا المبلغ المبلغ مبلغ ايه هتدينا حاجه هتدينا يعني ناكل ولا نعمل ايه يعني طلع مقلب كل ده رقاق عشان على اساس ان انت ما كنتش بتاكلي قبل كده كنت باكل بس مش قوي والله العظيم والله ما جيت طب احنا يا جماعه بقى احنا ممكن بقى نعمل فيها حاجه احنا بقى نسيب لها الاكل ونقوم قومي ام مقلب بقى دي قومي ما قلتش المقلب انا ما عرفت انه مقلب بس انت كده بتعاقبي نفسك جعانه لا انا عايزاك تدوقي ولا تديتي لسه ما دوقتوش ماسكه من ساعه ما طلعتي تدينا جميل قوي 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 ما فيش تقول رقاده من الحاجات دي وبتاع عامله جميل قوي ما بيعملش الا في المواقف معقوله ماما عارفه المقلب؟ ماما معلقه ما طالما ساكته انا عمال استغرب كنت زعقت لها امي معلقه امي دي ماشي جمال ده ده سطر؟ هيك امك بتضحك ليه؟ لا بس بجد بجد اللي مش في المقلب علي مش معانا النهارده جاي بكره علي مش معانا النهارده راح مشوار وجاي بكره بجد 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 لازم اترد لك لازم نتعامل معاها خير احنا بقى نتفق عليها ان شاء الله احنا الثلاثه كانت تقدروا سيكون مشت بس المقلب ايه يا بابا ما حد يقدر يعمل في مقلب هتشوفي صبري جميل مريض زنجة بصراحة الله نزل عليك الوحي الجيران الجيران انا بقول لكم بعد الفجر بس ما بيحسوش طول ما بيحسوش عماله تاكل ولا هي في دماغي حاسه بينا حاسه ايه جوانا ما بتطبقوا وبتضحكوا وطلوهم انا كان زماني اكل الاكل ده كله المشكله بقى اللي الواحد نفسه تصدق بجد؟ انا فيكم كل يوم مقلب يا لهوي قلت لك مكسوفه اه والله يرضيك كده يوسف؟ هو معجب بي وائل اه مؤاخذة يا جماعة ده شوشو ده اخد شيبسي بعد اذنك ايه؟ رغوة من الطحينة بعيدة اه بعيدة ما انت ما كلتش طحينة بعد الشهر لو النبي ده مقلب وحقه حقيقي ده بجد وكده وشكلها شغالة علينا مش مقلب بس الطحينة يقول لك الطحينة دراعي وجعني مش لاقيها وعيب عليك ربنا يشفيه يا رب يا رب ادعوا يا جماعه ادعوا له والله تعبان قوي ربنا يشفيه مسرحية والله
الفيديو ونشوف وصلة الضحك بتاعت يوسف. نعم تحدي حبيبتي. تحدي؟ انت ايه تحدي على الهشبع مراتك اللي طلب. انا شبع انسي مشبعك تشنسي ده بس اكملي بس هاي شبع لا انها تقضيكم اول النهو عاي بيكم وانا مرايك فيها المقلب خلاص خلوها كده بقى ونوهوا وكلوا بقى براتكم. ماشي لو عجبكم الفيديو بتاعنا والله انا كان قصدي المقلب يطلع كله حماس بس هما طلعوا بقى انا قلت هيغضبوا وهيسيبوا الاكل. بصوا يا جماعه ما ينفعش هقوم اللي هيزعل في الموضوع وما قتل هيتفرق. ايوه موتي بقى ماليش دعوه عملت عليه شوف لك حل بقى بعد انا قعدت اقول لها لا اقول لها لا مفيش فايده. طب احلف ان انت قلتي لا بعدين لان انا عملت حسابك. معلش بقى لا معايا عندي كان بايظ يلا عليها. بس انا بقى لما اتفق عليها مش هقول لامك واخليك جد على الكل بقى. ماشي هنشوف هنشوف مين اللي هيكسب في الاخر. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.